اشهر الزراعه مرتبطه باشهر الصيف، يعني اللي هو طوبه وامشير وكده بتوع الزراعه ليهم علاقه بالصيف؟ ليهم علاقه بالصيف. النوات الحاجات دي. ما احنا يعني عملت ايه في طوبه وامشير اللي فاتوا ده؟ قعدتهم في البيت. قعدتهم في البيت؟ كل كام يوم كده ازهق من القعده، اجي يوم اتنين اتيه تعبان امشي، ما اقدرش اقاوم. ده أول من البرد. من البرد. بس في سمك ولا ما فيش؟ لا في، بس هو بقى بيستخبى تحت. ما دام بشتغل وقت ايه في نوه اعرف ان ما فيش سمك، بيستخبى زينا، انما عند ما الجو يسخن كده شويه بتسرح بقى وبتطلع تشقها بتاع بتمشي. السمك بيبرد بقى. امال ايه؟ وبيتدارك زي البني ادمين. اي شيء صامت. وبعدين هو بيشوف عامل الكلام ايه بكره اللي هيحصل. قبل احنا ما بنضرب بالجو وهو بيكون بارد، يعني من قبل النوه ما تيجي هو بص ما نجيبش، نقول لازم حاجه هتحصل، لازم حاجه هتحصل. الشبكه اللي جنبي دي يا عم جمال نوعها ايه؟ هي دي الشبكه العاديه اللي بتصطادوا بيها ولا في انواع شبك تانية؟ في انواع تانية. دي نوع من الانواع. دي ايه دي؟ دي شبكه بلاستيك. بلاستيك عاديه. بلاستيك عاديه، واخد بالك؟ فيها رصاص ده تقلات وفيها الفلايه بس كده. في بس انواع كتير يعني، مش دي. ايه بقى الانواع التانية اللي في انواع عينيها واسعه، انواع زر انواع فرج، العين بتاعتها واسعه، الدرجات بتاعتها درجات. دي تصطاد السمك الاكبر حجما. دي اقل حاجه عندنا فرجه، يعني مش زر. تاخد سمك صغير. لا مش قوي، دي اقل حاجه عندنا. ليها علاقه بقى بموسم السمك اللي اليومين دول بيطلع بدي. ليها ايام معينه مش شرطي. زي الصنار دي ايام برضو معينه بنشتغل كل حاجه ليها يومين. يعني كل ايام بالنسبه لنا بيبقى ليها نوع من الادوات. والمالح يختلف طبعا. لا يختلف، ده نظام تاني في كل حاجه ومراكبه كله. يعني انت لو رحت مثلا زي عندنا في عزبه البرج مش صنعتك. لازم انا الجا لزميلي بقى اللي هناك، يوجهني اللي هناك يقول لي نعمل ايه، مش هتعبه، هاجي معاه دغري، لان دي ما اساسا صياده بقى. عندي فكره، عندي بس مش فكره كامله زيه، زي ما هو لو جه هنا برضه. المكان عارف ونوع السمك. لا والسمك مش ونوع الشبك اللي هيشتغل. نوع السمك بيختلف من المايه المالحه للمايه الحلوه. نوع السمك اللي هيجيبه ايه؟ الشبك. احنا لازم نوصل للشبكه الاول ونظامها في رصاصه وفي اللتة ايه؟ نعمل زيها بس مش هتعبه كتير زي ما يكون مش عارف. طب يلا تعالوا على بختي، مش انتوا ساعات بتعملوا على بخت فلان على بخت فلان؟ تعالى كده نشوف ربنا هيرزقنا بايه على بختي كده.